روحك أمانة، البس الكمامة عشان أولادك الصغار، إلزم نفسك بالدار عشان رضا الوالدين، عقم الإيدين عشان أصحابك الحلوين، ابعد عنهم مترين عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. الملايين يعيشون في خطر، الجفاف والفقر يهددان حياتهم، الوباء يحاصر صحتهم ورزقهم. يمكنك إنقاذ حياتهم. زكاتك تصل إليهم في 44 دولة لتكون غذاء، علاجا، عملا. قدم زكاة مالك الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم. زكاتك في أيد أمينة. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا جمال الصحة. اليوم في سؤال إجانا قبل 3 أسابيع من أحد المشاهدين أو من عدد من المشاهدين عن علم الوراثة والجينات، وخاصة الآن عن اللي بنسمعه من تطور هذا العلم وحصول بعض الشركات على القدرة على صناعة فاكسين أو لقاح من قبل عن طريق الـ mRNA اللي سمعنا عنه في فايزر وموديرن. كيف هذا العلم، علم الجينات وعلم الوراثة، عم بيساعدنا الآن في الحصول على بعض الأمراض؟ حبسط هذا الشيء لكم بشكل سريع وبسيط، حاول أني أختصر في هذه الحلقة قدر الإمكان، فإذا عندكم أسئلة رجاء كتابتها، حنحاول نجاوبها في نهاية الحلقة. علم الوراثة، إيش هو علم الوراثة؟ هو الجينيتكس بسموه بالإنجليزي، هو علم بدرس المورثات أو الجينات واللي بتورث من الأب أو والأم أو من كلاهما أو من أحدهما إلى السلالة اللي بعدها. الأب والأم في عند الإنسان، بعض السلالات بس بورث بس جزء منها. بشكل عام هذا العلم بدأ قبل قرن من الزمان تقريبا على يد واحد اسمه مندل، يعني يعتبر هو أبو هذا العلم. كان عنده فكر بسيط جدا، أنه وجد أنه بعض الصفات الوراثية تنتقل من الآباء للأبناء، فتأكد مثلا لون البشرة، بعض لون العيون، لون الشعر، أشياء زي هيك. بس مندل حكى أنه بعض الأخلاق كمان، يعني حتى التصرفات قد تنتقل من الآباء للأبناء، وهذا طبعا أكدوا بعدين العلم أنه خطأ. الشغلات هاي لا تنتقل، ولكنها بتعلمها الطفل من وجوده مع الآباء والأمهات. فإذا كان مش موجود في مكان آخر، وهذا أثبتوا في الأطفال اللي آباءهم وأمهاتهم مثلا بعدوا عنهم لسبب أو لآخر لمدة طويلة، أنه اختلفت الصفات الأخلاقية، بديش أحكي الخلقية لا بالضبط. المهم، هذه المورثات اللي كنا بنسمع عنها، الحمض النووي أو الـ DNA، بتكون في الجسم عادة الإنسان بأخذ 23
23 مورث من والده و23 مورث من والدته عن طريق البويضة والحيوان المنوي، وبصير عنده 46 ذلك بيكتمل الجنين. الآن شو اللي بيصير في هذا الموضوع؟ طبعا أهم شيء في الإنسان اللي هو موضوع الدي ان اي، اللي هو يبدأ منه تشكيل كثير من الأمور اللي بتبرمج حياته. بدي أحكي يعني الدي ان اي زي اللي عند اللي بيفهموا بالكمبيوترات أو التلفونات، في شغلة اسمها بروسيسور في التلفون، هاي اللي بتمشي التلفون. هلا الذاكرة مثلا اللي هي العقل، البروسيسور هذا هو المبدأ تبع اللي محطوط عليه الأوامر اللي بتعطي الجهاز أو الجسم إنه يتحرك، يعني هذا المبسط تبع الموضوع. طبعا الدي ان اي أو الحمض النووي هذا بتكون من خليني أورجيكم إياه، بتكون من خطين، مش خط واحد زي الار ان اي، بتكون من خطين، ودول الخطين او ايش بسموهم، بتكونوا طبعا من امينو اسيد، احماض امينيه. هاي الاحماض الامينيه لازم تترتب بترتيب معين، يعني لها ترتيب معين. خلينا اشرح لكم الترتيب هذا. بتعرفوا شو هذا اليو اس بي؟ لما تحطه في الكمبيوتر، ما بعرف اذا حدا عنده بتصير هاي المشكله، بتحطه اول مره بيجيش، بتلفه بيجيش، بتحطه المرة الثالثة بالطريقة اللي حطيتها المرة الأولى بيجي، سبحان الله هاي كتير بتصير. anyway هذا لازم يدخل بطريقة معينة في الـ USB اللي موجود في الجهاز، وهذا اللي بيصير في الأحماض الأمينية، لازم تركب على بعض بطريقة معينة. في أربع أحماض أمينية بدناش نذكر في التفاصيل، لكن الأول لازم يدخل على الثاني، والثالث لازم يدخل على الرابع. إذا صار أي تغيير هنا بسبب أو بآخر، بيصير عندنا طفرة وراثية أو مشكلة جينية في هذا الشخص. هون بتصير كتير شغلات، أمراض أوكي، بتزود مشكلة أو بتسبب مشاكل، أو قد تؤدي إلى ذكاء مفرط. عشان نكون واضحين في المعلومة هون، إنه الجينات، الاختلاف في الجين الوراثي أو أي طفرة بتصير أو أي اختلاف، ليس بالشرط أنه يسبب مرض. قد يسبب طفرة فكرية، قد يسبب ذكاء حاد، قد يسبب مثلا نظر حادق، ممكن يحسن الصوت، يسوي صوت جيد. كل هاي الأمور قد تتسبب من الطفرات الوراثية أو التغيرات الوراثية. خلينا أشرح لكم شيء بسيط عن موضوع التغيرات الوراثية. بعض العلماء بدوا يشتغلوا على موضوع التغيير الوراثي في جسم الحيوان أو الإنسان أو النبات. أكثر شيء الآن يحدث في النباتات، أكثر اللي هو بسموهم NGO أو النباتات المتغيرة، بغيروها. شو بيسووهم؟ بروحوا على هذا الجين، على جين النبات، وبدرسوا دراسة كاملة. طبعا احنا في العصر، في القرن السابق، قدروا يكتشفوا الرسمة تبعت الدي ان اي، وهذه عملت طفرة في العلم. يعني هذه من احد الشغلات اللي حصل عليها جائزة نوبل للطب، وهذه طبعا شيء مهم جدا جدا. اكتشاف هذا الدي ان اي علمنا كثير عن الانسان، ليش بيصير هيك، شو الاسباب اللي بتسبب كثير من الأمراض، شو الطرق اللي ممكن نعالج فيها. حندخل في هاي الشغلات لاحقا، لكن الموضوع المهم هون إنه التغيير في الجين أوكي قد يغير مستقبلا في الصفات اللي بيحملها هذا الجسم. أعطيكم مثال، البطاطا الآن بتنمو تحت الأرض صحيح، لكن قدروا يلعبوا في الجين تبع البطاطا ويطلعوا البطاطا فوق الأرض. يعني النبتة بتطلع مش بس ورق أخضر زي ما هو بيطلع الآن، ممكن تطلع هاي البطاطا على زي أكنها طالعة على شجرة، أو ترتمي زي كيف البندورة أوكي، وبتلقطها عادي بكل سهولة. ليش؟ لأن المزارعين بيجدوا صعوبة في استخلاص البطاطا من الأرض. هذا مثال. القمح كان يصير فيه مشاكل كثيرة، إنه أول شيء يجوا سنبلة القمح يكون نصها مليء ونصها فاضي، الحيوانات أو الحشرات والفيروسات والبكتيريا تيجي تأكل هذا القمح.
فقدروا يستطيعوا أن يعملوا سنبلة قمح مليانة مقاومة للفيروسات، وبالتالي بتقدر تأخذ محاصيل أكثر. طبعاً كتير ناس ضد هذا التوجه، لأنه هذا التغيير اللي عم بيصير في الأكل عم بيسبب إلى تغييرات في جسمنا، وطبعاً غير مباشرة، وهذا الموضوع أثر كتير على حياتنا، إحنا أكلنا، طبيعة الأكل، كل هذه الدراسات اللي هي علم الدراسة الوراثة الكلاسيكية أدت إلى، والتقنيات الحديثة طبعاً أدلت إلى تغيير كبير في حياتنا كأشخاص. خلينا نحكي عن الموضوع هذا. طبعاً كثير من العلماء حاولوا يدرسوه ودرسوه، وسمعنا عن نظريات كثيرة في الموضوع، منها نظرية داروين اللي حكت إنه الإنسان كان أصله قرد، ولكن بسبب بعض هذه الطفرات الوراثية اللي صارت غيرت فيه. وطبعاً يعني في كثير علماء بيضحضوا بهذه النظرية anyway، لكن هذا الموضوع اللي من أحد الناس اللي فكروا فيه اللي هو العالم داروين. طبعاً اللي قام فيه مندل في 1800 وشيء كان شيء كبير إنه يتكلم عن موضوع عمل تجارب عن تهجين الحيوانات النباتات، سوري، حط نباتات على نباتات، لأنه اعتبر إنه مثلاً نحط المورث تبع النبات معين إلى مورث نبات معين ونحطهم مع بعض بدمج، فبطلع لنا سلالة جديدة، وهذا غير كتير في سلالات، وحصلنا على سلالات من فواكه وخضار لم تكن موجودة، لأنها صار فيها دمج جيني بين نوعين من النباتات. طبعاً هذا التهجين بدأ بلندن سنة 1900 وشيء، في بداية 1906 أعتقد، وطبعاً وأخذ عليه كتير جوائز، وأعمال مندل معروفة في هذا الموضوع، مع أنه مندل طبعاً عنده أخطاء في علم الوراثة، ولكن هذا لا يعني أنه مش عالم أو عالم اللي بدأ التفكير في هذا الموضوع والجينات والكروموسومات والطفرات اللي بتصير وهذا الموضوع. طبعاً العلم اتطور، أوكي، وصار يكتشف أنه الإنسان بأخذ جزء من أمه وجزء من أبوه، وهذا أعطانا كتير معلومات عن أشياء مهمة جداً، ومن هاي الأشياء اللي بنعرفها مثلاً فصيلة الدم أنت بتأخذ جزء، فصيلة الدم تتكون من تركيبين، تركيب منه بتأخذه من أمك وتركيب من أبوك، فإذا أمك وأبوك مثلاً AA أكيد أنت حتطلع AA، وكانت هاي الطريقة الوحيدة لمعرفة أبناء الناس اللي عندهم، يقول هذا ابني وهذا ابني هذا مش ابني، كانت هاي الطريقة الوحيدة. الآن طبعاً بالدي إن إيه بيعرفوا أكثر ومعلومات أكثر. الآن في ناس كتير صاروا يتكلموا عن موضوع الدي إن إيه، لكن شو هو الدي إن إيه؟ كيف يحدث الدي إن إيه؟ هو عبارة عن جزء صغير، خلينا نحكي هذه العلبة اللي هي النواة، هذا المنزل اللي هو الخلية، هذه العلبة اللي هي النواة، وجوا هاي العلبة في شيء بسيط اللي هو اللي هو الدي ان اي اللي هو داخل النواة، اوكي، هذا هو المختصر وجود مكان الدي ان اي. طبعا الدي ان اي زي ما حكينا وظيفته حمل الصفات الوراثية للشخص واعطاء معلومات للجسم عشان يكون هاي الصفات الوراثية، مثل لون الجلد، لون العيون، وا 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 ومن بعد ذلك. طبعا هناك علوم كثيرة انبثقت من علم الوراثة، منها علم الجينات، علم الإبيجينيتكس اللي هو ما بعد العلم، وهذا طبعا في علوم صارت تحاول انها تغير في الجنين، انا بدي والله جنين يكون عيونه ازرق مثلا، عم بحاولوا الان. طبعا الموضوع ليس ما زال تحت ديبيت كبير، هل هذا اخلاقيا ام لا انك تعمل ديزاين للجنين تبعك، ولكن عاجلا ام اجلا انا بحكي لكم خلال فتره راح تكون يمكن اقل من يعني حنشوفها في حياتنا راح يصير هذا الشيء موجود. الان في بعض الدول تسمح بانك تحدد جنس الجنين من خلال المختبر،
وكثير من الدول يعني بتحدد فإذا بتقدر تسوي هذا الشيء ممكن لاحقا تبدأ تشتغل على موضوع الجينات. طبعا ما زال هناك كثير من الديبيتس على الموضوع، في ناس بقول لك أنا بدي ابني يكون أذكى، بدي يكون كذا، بدي يكون قوي، بدي يكون الكتلة العضلية تبعته قوية. كل هذه الشغلات ممكن تحددها الجينات، ولكن في سؤال مهم جدا، هل هي الجينات هي الشيء الوحيد اللي بتحكم في حياتنا، بصفاتنا، بعملنا؟ يعني هل الإنسان جينيا مثلا ناصح؟ هل الإنسان جينيا ضعيف؟ هل الإنسان جينيا الشيخوخة عنده مبكرة؟ هل الإنسان جينيا يسأله؟ طبعا الجين بتحكم بجزء كبير من الصفة الوراثية، ولكن اللي بتحكم أكثر بالصفة الوراثية اللي هي العوامل الخارجية. العوامل الخارجية هاي مهمة جدا 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 في التحكم بحياتنا أو بصفاتنا الخارجية. مثال، قد تجد أخين توأم اللي هم التوأم السيامي بسموها، وهي بدأت أصلا عليها الدراسات الجينية بكثافة عشان يشوفوا شو الفرق بينهم وكيف بتصير الموضوع. قد يكونوا أخين توأم بيعيشوا في عوامل مختلفة بتغير كتير في تطورهم الوراثي والأمراض اللي موجودة عندهم. من هذه العوامل بدي أحكي من الأقل أهمية إلى الأكثر أهمية. من هذه العوامل التلوث البيئي اللي موجود حولك. التلوث البيئي له دور كبير في تغير الصفات الوراثية اللي أنت بتعيشها، في تطويرها، في تقليلها، في الإجهاض منها، لأنه بيغير التلوث البيئي بكثير من العوامل، منها التنفس، وهذا طبعا مهم جدا. أنت بتتنفس وبتدخل على جسمك شوائب، وهذه الشوائب قد تسبب مشاكل كبيرة. الشيء الثاني وهو الأكل، نوعية الأكل، طريقة الأكل، مدة الأكل، الأكل الصحي ولا مش صحي، حتى الأكل الصحي، هل أنت بتأخذ أكل معدل وراثي ولا مش معدل وراثي؟ كل هذه الأمور مهمة جدا جدا في التغيير. اللي بعدها الاسترس. قد لا تعرفوا يا جماعة أنه الجسم يعني حساس جدا لموضوع الضغط النفسي اللي بيصير عليه، ضغط العمل، ضغط النفسي، ضغط الدراسة، وريفر. الاسترس هذا أهم المشاكل والعوامل اللي بتأثر على تطورنا الوراثي، تغيير التطوير الصفات الوراثية عنا. الشغل اللي بعدها وقد لا يتوقعها ناس كثير، النوم. النوم من الأمور المهمة جدا 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 في تطورك الوراثي. لما أنت بتخلي ابنك ينام بعد 9-10 أنت بتظلمه. أنت كرجل كبير بالسن إذا بتنام بعد 11-12 أنت بتظلم نفسك. كمية النوم ونوع النوم ومدة النوم مهمة جدا. مدة النوم يمكن ما تكون الأهم، ولكن كمية النوم ونوع النوم، هل النوم بسبات طويل؟ هل النوم متقطع؟ ما هو نوع النوم؟ هذا كله مهم جدا. نوع النوم، في ناس بيناموا بالنهار أكثر من الليل، هذه مشكلة قد تؤدي إلى تغيرات في أجسادهم. اللي بعده اللي هو الماء. شرب الماء يا جماعة من الأشياء اللي جدا مهمة جدا، يعني قديش بدي أعمل إمفرسايز عليها، جدا مهم إنك تشرب مية. خلينا نشرب مية، معناها ما تبخل على جسمك بشيء يحتاجه وهو مكون رئيسي في جسمك. وجعلنا من الماء كل شيء حي. فإذا أنت جسمك مش عم تعطيه شيء حي ومش عم تعطيه يعني السيارة إذا ما بتحط فيها بنزين ما بتمشي، وجسمك إذا ما بتحط فيه مي رح يصير فيه مشاكل كبيرة، مشاكل كثيرة. اللي بعده، الشيء اللي بعده هو يعني الآن اللي هو السكر. السكر يا جماعة من أكثر الشغلات اللي بتسبب تغيرات جينية في الجسم وطفرات ومشاكل جينية قد تكون آجلة أم عاجلة، من الشغلات اللي الآن عليها كثير من الأبحاث، خاصة تناول كميات كبيرة من السكريات، يعني نحذر منها بشكل عام.
كل هذا طبعا مهم جدا، ولكن من الأشياء اللي بنفكر فيها ليش احنا ندرس علم الجينات، ليش ندرس علم الوراثة؟ أول شيء بدنا نعرف التاريخ الأسري، التاريخ العائلة تبعتنا، كيف هل في ناس توفوا من أمراض معينة مثلا، هل في ناس يعني كنا بنعرف الممثل العالمية جوليل اللي هي درست التاريخ الأسري عندها واكتشفت أنه العائلة عندها جين بيسبب مرض كانسر للثدي، سرطان الثدي، فراحت عملت عملية وأزالت الثدي تبعها لأنه وجدت أنه عندها هذا الجين، وبالتالي هي معرضة أن يصبح عندها سرطان ثدي. فمن هاي الأمور اللي بتساعدك في البرودكشن أو معرفة هل أنت معرض لنوع من أنواع السرطان أو مش معرض، مش بس السرطان، لأمراض أخرى عديدة. طبعا دراسة علم الجينات برضو بساعدنا على معرفة السبب وبالتالي معرفة العلاج، فكثير من الأمراض الآن عم يفكر أو ينظر في علاجها، ومنها السرطانات جينيا، تغيير في الجينات، تعديل في الجينات، هل هذا يساعد؟ وأعتقد كوبا أحد الدول العالمية اللي عندها ليد في موضوع الطب الجيني، الطب الجيني، وخاصة في موضوع السرطان. بعض العلماء بيحكي الآن ممكن التنبؤ ببعض الأمراض، مثلا أنت تعرف هذا المرض أنه ممكن يصيبك أو لا، وطبعا كل هذا الموضوع في دراسات وتحاليل جدا كثيرة ومعقدة، ولكنها مهمة جدا في الكشف المبكر عن كثير من الأمراض. بعض الأدوية أو اللقاحات اللي عم بتصير الآن عن طريق الدراسة الجينية، مثل اللقاح الجديد اللي صار من شركتين فايزر وموديرنا اللي اكتشفوا للكوفيد 19 اللي استخدموا فيه الـ mRNA وهو جزء من الجينز أو العلم الجينات. طبعا الآن كثير من هذه العلوم عم بتحاول إنها تدرس علم الجينات بشكل مفصل والجينيوم هذا، وتحاول إنها تحلله بطريقة أو بأخرى وتعرف وين البرودكتس، مثلا نحكي في النباتات اللي هو ممكن يساعدنا على الحصول على أفضل غذاء أو أفضل كمية أو مثلا سلالات مقاومة للأمراض، مقاومة للمشاكل اللي بنفكر فيها. طبعا العلم هذا علم معقد جدا، بدرسوه دراسة مخصصة. بشجع كثير من الشباب على أنهم يتخصصوا فيه إذا حابين، ليش؟ لأنه فعلا هو المستقبل القادم في مواضيع الطب، والدراسات هاي جدا جدا مهمة وقد تغير فعلا في حياتنا، وخاصة مع التطور الطبي الحاصل الآن. طبعا هو جزء في إحصاء وفي جزء تدوين بياني ورسومات بياني، ممكن يتعلم هذا الشخص كثير من هذه طبعا اللي تعلمناه من تجارب التربية والإخصاب اللي قام فيها مندل وحط فيها بعض القوانين، يعني الناس تدخل بتفاصيلها. الآن خلينا نحكي عن موضوع الفيروسات يمكن، والطفرات الوراثية شو بتصير وكيف بتصير، وهل هي بتصير بس في الفيروسات، هل بتصير في البكتيريا، هل بتصير في الإنسان، هل بتصير في الحيوان؟ الجواب يس ونو. تقريبا أي شيء في موجود تكوين جيني أكيد حيكون في هناك طفرات جينية أو تغيرات جينية، ولكن الفيروسات هي أسهل الحيوانات أو أسهل، يعني هي مش حيوانات، هي أسهل المخلوقات خلينا نحكي اللي ممكن تسوي طفرات وراثية وتغير من شكلها الوراثي. ليش بتسوي الفيروسات هذا الموضوع؟ عشان تحاول إنها تتأقلم مع اللي بيصير. فإذا إحنا بنكتشف دواء، هي بتتأقلم مع هذا الدواء وبتغير من جسمها أو من صفاتها الوراثية، وبالتالي الجسم ما بيعرفها، وبالتالي الجسم ما بيعرف يقاومها، وبالتالي هي بتضلها عايشة. فهو صراع من أجل البقاء في المختصر. وهذا بيصير تقريبا في معظم الفيروسات. الفيروسات عندها طريقة للتمحور أو الطفرات، التغيير الجيني سهل جدا جدا جدا، وهذا فعلا بسبب
ارتباك عند الجسم الإنسان والحيوان، وبالتالي ما بيقدر يعرف، زي اللي صار في الكوفيد 19 أول ما إجا هو أصلاً ما كانش هذا النوع، كان نوع ثاني ثم تغير في جسم حيوان وبالتالي صار يصيب الإنسان. طبعاً هذا الموضوع جداً معقد. هل ممكن نعرف بعض الحالات؟ مثال فيروس الإنفلونزا، العلماء they predict، يعني بيحاولوا أنهم يتوقعوا إيش التغيرات اللي ممكن تصير في هذا الفيروس في العام المقبل، وبالتالي بناء على ذلك بيصدروا اللقاح تبع السنة القادمة قبل ما يجي الفيروس. فهذا هو البرودكشن. طبعا إلها دراسات وإلها طريقة كاملة مفصلة إنها كيف يدخلوا في هذا العلم، ولكن بشكل عام الفيروسات هي أسرع الحيوانات أو أسرع المخلوقات في موضوع التغير. وطبعا التغير زي ما حكينا ممكن يسبب مشاكل وممكن يسبب حسنات، ممكن يسبب مثلا تحسن جيني، ممكن يسبب تسوء جيني. فالموضوع يختلف، بعض الطفرات الوراثية في الفيروسات تقتلها، فمش شرط، يعني مثلا بعض الفيروسات تضعف ضعف شديد بعد تغيرها، وبالتالي هي بتتوقع انها تتحسن، ولكنها للأسف او مش للأسف، يعني كويس بالنسبة لنا، بالنسبة لها للأسف انها بتموت. وهذا المتوقع الآن، وكثير من الدراسات تحكي انه كوفيد 19 ممكن يعمل هذا التغيير الجيني فيه ويقتل نفسه بنفسه خلال أشهر. طبعا هاي نظريات تطلع لسه مش معروف، ولكن ممكن، لأنه السارس اختفى لحاله، الميرس تقريبا اختفى لحاله، صار ضعيف جدا جدا، وبالتالي ما في منه خوف، وإن شاء الله يصير هذا الموضوع على ابن عمهم الكوفيد 19. طبعا الشفرة الوراثية مهمة جدا، والتركيب الوراثي مهم جدا في الإنسان. أي تغير في التركيب الوراثي أكيد حيحصل تغير في الصفات الوراثية. هل هذا التغير أحسن أسوأ؟ ما حد بيعرف غير لما تشوف النتيجة. فبالتالي هم الدراسة هاي كتير حساسة بالنسبة للإنسان، وفي كتير سنسيتيفيتي في الموضوع، إنه هل نعمل هاي التغيرات الوراثية، هل نعمل بعض التعديلات الجينية. الموضوع كتير كتير معقد، والDNA تبع الإنسان معقد جدا، وبالتالي لازم نكون يعني حذرين في هذا الموضوع. التطور طبعا هلا في شغله تختلف، اللي هي التطور او التاقلم مع البيئه. مثال الانسان في الزمانات كان ما يلبس ملابس كثير، فكان جلده، تركيبه الجلد اسمك من الانسان حاليا. ليش؟ لانه الانسان حاليا لا يحتاج الى تلك السماكه، عندما يدفينا عندما نعيش عليه، وبالتالي الجينات تبعتنا صارت تقريبا تطور نفسها بناء على التطور البيئي اللي موجود حوالينا. طبعا هذا بأخذ سنوات وآلاف السنوات عشان تحصل هذا الموضوع. هذا التغير ليس بالسهل على الإنسان، ولكنه مهم جدا جدا أن نعرفه، أنه في طريقة تكيف سواء من الإنسان سواء من بكتيريا الفيروسات حتى النباتات تتكيف أحيانا مع البيئة اللي حواليها، وبالتالي بتغير في التركيب الجيني فيها. قد يأخذ هذا الموضوع سنوات، ولكن هناك هذا موضوع التطور موضوع مهم جدا، وهذه من الشغلات اللي حكى داروين عنها. ولكن طبعا كثير من العلماء قال إنه فعليا المدة اللي حكى عنها داروين لا يمكن إنه الإنسان يتطور من، بعض العلماء طبعا بعض العلماء يوافقوا، ولكن الموضوع ليس بالسهل. طيب الآن شو الاستفادة من هذا الموضوع؟ خلينا نحكي الاستفادة، حكينا عن النباتات وحكينا عن الفيروسات، خلينا نحكي طبيا الاستفادة مهمة جدا جدا جدا. أول شيء ممكن نعرف الخريطة الوراثية لنا، وبالتالي إحنا نعرف شو الأمراض اللي ممكن تصيبنا والأمراض اللي صعب تصيبنا والأمراض اللي مستحيل تصيبنا. هلأ ممكن إذا عرفنا المرض ممكن نعرف الجين المسؤول عنه، وبالتالي نقدر نستخدم بعض المواد اللي تغير من هذا الجين، سواء تحسنه تعدله
تضبطه بحيث انه تخفف من العرضة للإصابة الى بهذا المرض. لما يكون الجين مجهول ما بتعرف انت ايش عم بتسوي، انت عم تعطي أشعة، بتعطي أدوية، بتعطي كيمياء، بتعطي شغلات ما انت عارف وين بتروح. اما لما انت عارف شو هذا الجين سيو تارجت هذا الجين بتسهل عليك طريقة العلاج. ومن هاي الأمراض السرطانات، كثير ناس ما كانوا متوقعين إنه السرطانات فيها عامل وراثي، لكن بعدين بس اكتشفوا الجينات وجدوا إنها فيها ميل وراثي أو عمل وراثي، وبالتالي بعض الطفرات الوراثية بتسبب هذا الموضوع. وهذا خلى العلماء يدرسوا الآن في سرطانات الرئة، كتير عم بيحاولوا إنهم يعالجوها جينيا. طبعا موضوع التثبيط زي ما حكينا، بعض الصفات السيئة عند الأب والأم عند الطفل، هذا طبعا عم بحاولوا يغيروه، ولكن تحديد نوع الجنين هاي من الشغلات اللي ممكن تصير بهذا العلم. كثير شغلات طبيا الآن عم بيشتغلوا عليها وبتساعد الناس بشكل عام. اليوم حبينا نعطيكم هذه المعلومات عن علم الوراثة، إن شاء الله نكون جاوبنا على الأسئلة اللي طرحتوها وحبيتوها. زي ما حكينا إنه الآن العلم تطور جدا في موضوع علم الوراثة، وبالتالي كثير من الشركات عم بتحاول إنها تستخدم هذا العلم كسبيل للحصول على أدوية وعلاجات للأمراض الأخرى. إن شاء الله تكونوا استفدتوا مرة تانية، نراكم في حلقة قادمة، تصبحون على خير وسلام للجميع. Thank you.